إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني ما شاء الله تبارك وتعالى، استهلال جميل في هذا اليوم الكريم الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه. طيب نستمع أيضا إلى القرآن الكريم والحبيب محمود حجاز إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في
وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، أنا يعني في هذا اليوم الكريم أنا بطلب طلب إن كل من يشاهدنا الآن وكل من يتابعنا، أنا عايزه يستحضر عظمة الله تبارك وتعالى ويجدد النية، يجدد النية في هذا اليوم وفي هذه اللحظات المباركات على أن تكون في ميزان حسناته إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب إحنا قبل ما ننتقل برضو للدكتور بكر، لأن الكلام كثير ونسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص والقبول، هنرجع تاني لمحمود ونسمع منه آيات تدل على قدرة الملك وعلى وحدانية الملك جل جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن